الفرد نفسه لازم نبدأ بيه، المنتخب واللي حصل في قطر والمركز الرابع. الحقيقة في ناس كتيرة بقت زعلانة من كروش. الوزارة والدولة بيبقى دورها ايه هنا في المراقبة او المتابعة؟ يعني احنا شفنا اللي حصل مع حسام البدري، كروش بيتحاسب ازاي؟ طيب هو لسه بدا عشان يتحاسب لسه شويه. هو لو نتتبع كده المنتخب هنقل يعني المشاعر شويه، كلنا عايزين منتخب مصر ده يبقى افضل حاجه في الدنيا. الرياضه بنطورها، بس الكوره ليها يعني ميزه شويتين ثلاثه اربعه في حب الناس ليها وحبنا للكوره، الجماهيريه من الانديه للمنتخب والمنتخب يعني. والجيل ده هو اكتر جيل فيه لاعبين مميزين في الاحتراف والفترة طويلة في دول خارجية، يعني ما حصلش هذا الكم مع ان في احتراف وفي لاعبين عملوا نجاحات سابقة يعني. بس تعالى نشوف من نتائج كاس العالم. نتائج كاس العالم 2018 كلنا كنا زعلانين جدا، يعني حجم اداء الفريق مش متوازي مع انجازات الثلاث دورات الافريقية السابقة يعني. وكان في حاله كبيره جدا وصخب وحاجات كتير، كان في حاله غضب وترجمت في حاله اتحاد الكوره في 2018 وترجمت. وبعدين يعني بدا يبقى في تغيير تاني وعدينا، والمفروض في كاس الامم الافريقيه بنحضرها وعملنا كاس الامم الافريقيه كبيره جدا. بس برضو اكمال ان الفريق بيلعب مفيش روح مصر، مفيش روح المنتخب المصري يعني. كان تقريبا استكمال للي حصل في كاس العالم، استكمال مثلا للي حصل لكن متتبع يعني. وكان جهاز فني مش قليل وبرده اجنبي. وبعدين حصل تداخل وتغيير وتغييرات كلنا عارفينها، وبقى في يعني جهاز محلي يعني. التصفيات يعني كانت ماشيه في البدايات، قد يكون الريكورد اللي ماشي بيه ماشيين، لكن برضو روح الاداء لمنتخب مصر ما كانتش موجوده. وكان يعني هندخل في مراحل علشان تصفيات افريقيا، كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم، الماتش المهم والماتش المهم. طبعا كان لازم يبقى فيه يعني توقف وحاله، وحصل التوقف في الحاله ان نلحق بسرعه يعني يكون في تغيير بقدر الامكان، علشان المنتخب المفروض يبقى احسن من كده. انا بتكلم متتبع من الفترات اللي هي ما قبل 2018 وبعدين بعد كده 2018 كاس العالم والنتائج، ثم كاس الامم الافريقيه والنتائج، لدرجه ان احنا تصفيات منتخب الاولمبي جه 23 شفنا روح تانية ولعب تاني مظبوط، ومنتخب بيموت نفسه صحيح وجاب النتيجه زائد التنظيم الجيد. وكاس الامم الافريقيه عملنا افضل تنظيم لدوره تاريخيه، كان افضل تنظيم لكن كان لكن أسوأ ما فيش نتائج، وحصل حاجات كتير ومتغيرات كتير. التغيير الجهاز في فترة يعني قريبة جت البطولة أو الاشتراك في البطولة العربية، مش مخطط بشكل كبير الاشتراك فيها، لكن وجهة نظر الجهاز الفني وكروش مدرب ليه سيرة ذاتية كبيرة جدا طبعا. ويعني كمان أنا في الحقيقة اتكلمت معاه لقيته فاهم جدا، عنده ثقة في نفسه كبيرة في إدارة المنتخبات أو الأندية يعني. واحد السيرة الذاتية بتاعته نادي ريال مدريد ومنتخبات كتيرة جدا اشتغل عليها، وفاهم يعني بيعمل ايه. والاتحاد كمان كان اختار مستر فنجادا ماسك تخطيط فني لتطوير الناشئين والقطاعات المختلفة. في الحقيقة كان في تناوب ما بين الافكار، مدرسة برتغالية ومدرسة برتغالية يعني. ونجاح المدرسة البرتغالية في مصر يعني كانت موجودة من فترة في الاندية ثم في الاتحادات كمان من جزئية. لما نيجي نحلل، انا مش بدور احلل كوره لكن هحلل ومش اداء يعني، احلل موقف يعني. في الحقيقه كلنا شفنا لانه يعني حضرتك نبض الجماهير بيوصل لك جدا، واكيد اللي حصل في البطوله العربيه اكيد اللي حصل في البطوله العربيه زعل الناس. بص حضرتك، الناس مستنيه احسن في بطوله افريقيا، والاهم مستنيه احسن في الماتش الفيصل بتاع كاس. هو احنا عندنا المستهدف، والمستهدف ليه في التخطيط هي كاس الامم الافريقيه وكاس العالم، تصفيات كاس العالم. وهو في مؤتمر صحفي قال الكلام ده. البطوله العربيه كانت اعداد مرورا لده، حتى لو احنا المفروض الشكل العام يبقى افضل، ده كلام كويس، لكن احنا لو شفنا هنشوف بالنسبه لي انا اهم مكتسب موجود هي لاعبين بيؤدوا بروح مختلفه شويه، يعني ده انا بدور عليه من 2019.
واجتماعي مع اللاعبين والاهتمام بشكل كبير جدا. قلت لهم انتوا نفس الكلام يعني، انا بدور على منتخب مصر يليق ب يعني العلم والتيشيرت بتاع مصر. نروح فين يعني؟ انتوا اذا ما كانش في شحذ همم للمكانه اللي انتوا فيها، وهنجيب مين؟